قبل ما نبدأ أي كلام، أنا لما وافقت على القعدة دي وافقت عشان أريح نفسي مش عشان حد تاني. اسمع يا أساف غريب، أنا وأنت نطلع من القعدة دي واحد فينا مهزوم. أنت قلت قبل كده لو جليلة اختارتني هترجع أمي وتسيب البلد، وأنا بقول لك مش لازم تسيب البلد، عشان قسما بالله لو في آخر الدنيا هجيبك وهقتلك، فبلاش تشحطط نفسك قبل موتك. أول ما دخلت السجن كان في واحد عايز يقتلني، والمساجين كلهم حذروني منه، قالوا لي إنه كان بقاله 10 سنين في السجن وبقيله 5، يعني ما عندوش حاجة يبكي عليها. كانوا خايفين من واحد واخد 15 سنة، فما بالك اللي خد إعدام والنقد نزل 25 وقعد 20 سنة وسط المساجين. تفتكر كلامك ده هيخوفه؟ عايزين نتكلموا كلمتين عقل بدل ما تقعدوا للصبح في حكيكم الماسخ. انا هاخد جليلة وادخل جوا واطلع اقول لكم اختارت مين. قبل ما أسألك عايز أقول لك حاجة، طالما اتخيرتي خدي حقك في الاختيار، خدي وقتك لأنك في الحالتين خسرانة حد من التنين، خسرانة اللي ما اخترتهوش يا جليلة. تعرفي أنا حاسة كيف بكون غطسانة تحت المي، ما سمعاش غير صوت مكتوب، حاسه اني مش في حقيقه ام علي، وانا قاعده بين التنين حاسه اني عايزه اراضيهم على بعض واحل اللي بينهم واقول لهم لو انا السبب ارحل ولا اموت، بس يتصافوا، ما عايزاش حد فيهم يجرى له حاجه، ما عايزاش حد فيهم يموت، ما عايزاش حد فيهم يتظلم، ما عايزاش حد فيهم يتجرح مني، ولا عايزاش انصر حد فيهم على التاني، بس هما التنين غيري، محدش فيهم فارق لو انا حاسه بيه وانا قاعده وسطيهم، كل واحد فيهم عايز يطلع لسانه للتاني ويقول له اختارتنا انا. حيرانه يا بنتي، صح؟ بالعكس، مقررة وعارفة أختار مين. مين يا جليل؟ اللي معاه أمان عيالي ومستقبلهم يا أم علي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.